السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنخصو لدالة اللوغاريتم النبيري. دالة اللوغاريتم النبيري دونك غنبدا لكم من المنحنى ديالها. المنحنى ديالها كيفاش كيكون؟ دونك كيكون وهذا هو المنحنى ديال الدالة اللوغاريتم. هذا اللوغاريتم هذا الرمز ديالو هو ln x، ln x هكا كتكتب. دونك اول حاجه ردوا معايا البال هو ان الا شفنا هذا المنحنى ديالها كيطلع من هنا كيمشي وكيبقى غادي طالع كيمشي، يعني هنايا الداله تزايد يعني غدا وكتزيد، كنسميوها داله تزايديه. ثم واحد القضيه اخرى خصنا نشوفوها هو الا شفنا هذا المنحنى ما جاش لهاد الجهه هادي، دونك الا شفتوا معايا كاين غير في هاد الجهه لهنا من صفر. دونك الا قرينا هاد المنحنى هذا المحور هذا من صفر للفوق، يعني ما كاينش ما دازش من الجهه الصفر للسالب، هذا كيعني ان هاد اكس هاد اكس موجب، يعني كاين غير هنا مثل غير هنا من صفر حتى زائد ما لا نهايه. دونك اول حاجه غنجبدوها هي ان مجموعه التعريف، دونك دومين دو ديفينيسيون ديال اف هي صفر زائد ما لا نهايه، دونك درتو مفتوح زائد ما لا نهايه، دائما كنديرو مفتوح في صفر حيت ما وصلش صفر، يعني ما كتقطعش هذا المستقيم هذا المحور هذا ما كيقطعوش المنحنى باش نقولو ندخلو صفر، دونك خرجنا صفر، يعني هذاك الشيء اش درت هذا مجال مفتوح. ثم الحاجه الاخرى اللي غنستنتجو هو ان الالين دونك لا ليميت، دونك نهايه ديال الالين اكس، شفنا هذا المنحنى هذا ملي كيمشي اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه، دونك ملي كيكون اكس يؤول دونك هنا ملي كيكون اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه، شنو كنقصدو باكس يؤول الى زائد ما لا نهايه؟ يعني اكس هذا غادي كيكبر، يعني كياخد قيم كبار، كياخد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وكيمشي لستة سبعة زائد ما ملي كيمشي المنحنى حتى هو غادي معاه، هاد المنحنى هو الان، ملي هاد اكس هذا غادي كيكبر الالان حتى هي كتمشي لزائد ما لا نهايه، دونك داكشي علاش كنقولو نهاية اكس نهاية الدالة الان عندما يؤول اكس إلى زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه. دونك باش تفهمو مزيان لأن كلشي غنجبدو غير من المنحنى، يعني مغاديش نجي حتى شي حاجة من عندي. ثم كاين واحد النهايه اخرى اللي كتخصكم هي لا ليميت ديال ln x، دائما حنا كندرسو الداله ln x عندما يؤول x الى صفر، ولكن كما قلنا صفر ما كاينش على اليمين، دونك غنبقاو تلقى واحد هنا واحد زائد هنايا في الاس، هذا صفر زائد يعني صفر على اليمين، دونك عندي هنا صفر هو هذا، اللي من ديال صفر هو هذا واللي صب ديالو هو هذا، دونك المنحنى كيقرب لصفر اللي من ديالو ما كيدوش لليسر، كيقرب اللي من ملي هاد اكس هذا، دونك لاحظوا معايا ملي هاد اكس كيقرب باش يمشي للصفر من اليمين، الا كيقرب هنا هاد المنحنى فين كيقرب غادي وكينزل وما محبوس غادي وكينزل فين غادي، دونك غادي كينزل اف لي اكس هنا كتمشي لزائد ما لا نهايه، ملي كتمشي لتحت كتمشي لناقص ما لا نهايه، دونك داكشي علاش كنقولو لا ليميت ديال ln x عندما يؤول x الى صفر على اليمين تساوي ناقص ما لا نهايه. دونك هادو نهايات اخرين، دونك هادشي ملي كيتنسى عليكم شي حاجه عقلو غير على هذا كيفاش كيترسم. غنجبد منو شحال من حاجه، هنايا حسبنا النهايه ملي كيكون x كيمشي بلوس انفيني وملي كيقرب للصفر، دابا ملي اكس كيساوي واحد هنا اكس كيساوي واحد هاد المنحنى فين كيدوز؟ كيدوز في صفر، دونك الصورة ديال واحد هي صفر، لأن إلا خدينا شي نقطة في المنحنى بغينا الصورة ديالها كنديرو ليها الإسقاط على محور الأراتيب، دونك هنا هاد النقطة هادي درنا ليها الإسقاط غتجينا هنا صفر، يعني أن وغادي خاصية أخرى كان ديال واحد كيساوي صفر، وغادي خاصية حتى هي نعقلو عليها، دونك ملي إكس كيساوي واحد المنحنى كيكون كيتقاطع مع محور الأفاصيل، يعني أن إلين ديال واحد كيساوي صفر. ثم إلا خديت مثلا جوج فاصلة سبعة تقريبا، جوج فاصلة سبعة
كنلقى الصورة ديالها هي واحد، وهاد 2.7 هي واحد العدد او، هاد ln او. دونك غنبقاو نلقاو ln او يساوي واحد، وهاد او هذا كيساوي تقريبا 2.71. دونك ثم حاجة أخرى هي المشتقة ديال الدالة ln، لأن كنحتاجو المشتقة. دونك المشتقة ديال الدالة ln x أشناهي؟ كنديرو هنا بريم، هاد البريم هذا كنقصدو به المشتقة، إلا حيدت ديك البريم راه كتبقى ln x، يعني ما كان مشتقة ما والو. هادي المشتقة ديالها هي كنديرو المشتقة لهذا اللي لداخل ديال ln، كنديرو x بريم على نفس العدد x. دونك هذاك الشيء داخل ديال ln هنا x بريم على x، x كيبقى x. وكنا درنا في درس الاشتقاق ان x بريم المشتقة ديال x هي واحد، دونك يساوي واحد على x. دونك المشتقة ديال ln x هي واحد على x. ثم انطلاقا عاوتاني من المنحنى، قلنا بان ln المنحنى ديالها غادي من هنا وغادي وكيطلع، دونك يعني ان الدالة التزايدية قاطعة. دونك حتى جدول التغيرات ديالها، الى بغيت نقول جدول التغيرات ديال ln x وغيكون تزايدية قاطعة. وحسبنا، دونك حيت كنعمرو الجدول، حسبنا لا ليميت ديال صفر بليس. دونك هنايا صفر بليس، هنا غنزلو واحد، ولا غندير غير صفر، غنزلو واحد العمود. هاد العمود اللي كنزل هنا يعني ان ln غير معرفة في صفر، يعني بلا ما ندير هنا صفر زائد، يعني ان ln غير معرفة في صفر. ثم لا ليميت ديال صفر بليس قلنا حسبناها عطاتنا ناقص من النهاية، و ln معرفنا قلنا معرفة من صفر حتى لزائد من النهاية. ولا ليميت ديال ln x ملي x يؤول الى زائد من النهاية هي زائد من النهاية. دونك داكشي اش كنديرو هنا زائد من النهاية. دونك هذا هو جدول التغيرات ديال ln. احيانا كنديرو هنا الاشارة ديال المشتقة، ولكن هنا وريتكم غير كيفاش كيكون بعدا، كيفاش كتكون الرتابة ديال الدالة. دونك يعني ان ln تزايدية قطعا. دونك ثم واحد الحاجة أخرى ممكن نعاود نذكر بها، بأن ln x قلنا x دائما خصو يكون موجب قطعا، يعني أكبر من الصفر، يعني مجموعة التعريف ديالها هي صفر زائد من النهاية، لأن كنخرجو بزاف ديال الخاصيات. مثلا ملي كيكون عندي ln a b، يعني a ln a في b، ولكن دونك علاش درت هادي؟ يعني a b أو b ا موجب و ب حتى هو خصو يكون موجب. دونك ملي كيكون ا موجب ب موجب، ln a في ب اش كتساوي؟ كتساوي ln a زائد ln b. دونك هادي خاصية حتى هي كنخدمو بها. مثلا الى عندي مثلا ln مثلا 16، ln 16 مثلا الى فككت هاد 16 الى عوامل، يعني ندير فيها جداء ديال واحد العدد في عدد اخر، شنو غتعطيني هي ln 4 في 4، دونك هي 4 في 4. من استعملت فيها هاد الخاصيه هادي غتعطيني ln a زائد ln b، يعني غتعطيني ln 4 زائد ln 4. يعني هذا غير مثال، واخا هذه مازال خصها تتوسط، غنديروها بطريقه اخرى الا جبنا واحد الخاصيه اخرى. واحد الخاصيه هو ان مثلا الا عندي ln a اس n كتساوي، دونك الاس n بحيث غير n خصو يكون عدد صحيح نسبي. دونك هادشي ما كيهمكمش بزاف، دونك عدد صحيح نسبي ينتمي الى z. دونك اللي كيهم هو ان هاد a هذا خصو يكون موجب قطعا. دونك ln a اس n كتساوي n، هاد n هذا ln a اس n تساوي n كنرجع لتحت ln a. دونك n ln a فين غنحتاجو هادي؟ مثلا هنا، لان هادي باش نزيد نبسطها غتدي ليا الوقت. دونك مثلا الا عندي ln 16، دونك حتى هادي صحيحة ولكن غتزيد شوية الخدمة. اما الا عرفتي 16 مثلا، 16 هي جوج في جوج في جوج في جوج، هي جوج أس 4. دونك هي ln ديال جوج أس 4
جوج في 4 هي جوج في جوج 4 في جوج 8 في جوج 16. دونك جوج في 4 الى استعملت فيها هذه الخاصيه شكون هو ان عندي هنا هو هذه 4 هذه دونك كتساوي 4 ln جوج دونك ان ln ا دونك هنا كنبسط هذه وهذاك الشيء اللي خرج لي هنا غير خصني نزيد مازال مراحل اخرين. ثم كاينه واحد الخاصيه اخرى اخيره اللي هي ديال القسمه دونك ln ا ln ا على بي دونك هنا كيعطينا الضرب كيعطينا الجمع والقسمه كتعطينا الطرح دونك تساوي ln ا ناقص ln بي. دونك مثلا الى عندي ln مثلا 13 على 2 هي ln ديال 13 ناقص ln ديال 2 وهادو كنحتاجهم باش نبسطو بمجموعه من التعابير. مثلا الا خدينا واحد المثال اللي غيبان لنا في الاول معقد ولكن الا طبقنا فيه الخاصيه في الاول غادي نبسطو. دونك هذا ميساج باش ان ديما شي حاجه كتبان لك صعيبه في الاول ولكن غير شويه ديال سميتو كتبدا بسيطه. مثلا هنا عندي دابا الى الجذر 5 زائد الجذر مربع 3 زائد الى الجذر مربع 5 ناقص الجذر مربع 3 هذه الا شفتها في الاول كنقول ما عرفتش هذا العجب هذا. ولكن الا مشيت نستعمل مثلا عندي هنا ln ديال واحد العدد زائد ln ديال واحد العدد دونك فين غيمشي عقلي غيمشي لهادي ln a زائد ln b اش كتساوي هي ln a في b الا بغيت نرجع في الاتجاه العكسي دونك a في b كنضرب هذا في هذا دونك داكشي اللي غادي ندير هنا يساوي ln وغنضرب هذا العدد جذر مربع 5 زائد جذر مربع 3 عامل جذر مربع 5 ناقص جذر مربع 3 دونك كنضرب هذا في هذا. وباش غتفكرني هذه دونك هنا ملي كيكون هذا بحال هذا وهذا بحال هذا كيف هنا واحد كيكون عنده زائد وواحد كيكون عنده ناقص دونك كاينه عندنا واحد المتطابقه هامه رقم 3 هي الا كان عندي ا زائد بي عامل لي ا ناقص بي كيساوي هذا اس 2 ناقص هذا اس 2 دونك ا اس 2 ناقص بي اس 2 هي اللي غادي نستعمل هنا تساوي ما نساوش ln دونك جذر 5 اس 2 ناقص جذر مربع 3 اس 2 تساوي دونك هنا جذر مربع 5 اس 2 هي 5 غنمشي جذر مربع مع اس 2 لان هادو بجوجهم موجبين غتبقى ليا 5 ناقص هنا غيمشي جذر مربع مع اس 2 كتبقى ليا 3 دونك حيت هنا هادو موجبين دونك هاد الهضره اللي كنقول ديال كيمشي جذر مربع مع اس 2 لان هاد الاعداد موجبه 5 ناقص 3 تساوي ln دونك 5 ناقص 3 هي 2 دونك داكشي كامل اللي شفنا في الاول داك التعقيدات في الاخر عطاونا ln 2 كنبسطوها وهذا هو الدور ديال هاد الخاصيات هادو يقدروا دونك يعطيو لكم باش تبسطوا بهم مجموعه من التعابير. دونك نتمنى انكم استفدتوا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.